الولاية هذه التشريعية التي نصبهم الله ليشرعوا للناس، هل هم مجرد ناقلون للأحاديث؟ فإن كانوا ناقلين للأحاديث هل يحتاج الله عز وجل أن ينص عليهم؟ هل يحتاج الله عز وجل أن ينص عليهم؟ هل يحتاج الله عز وجل أن ينص عليهم؟ هذا السؤال. وبالتالي طبعا مو الله يحتاج، هذا السؤال خاطئ، صيافة السؤال خاطئة. الله لا يحتاج، الله غني عن أي حاجة، صياغات شوية صحيحة. وإنما لا، لابد، لا أحد يستطيع أن يأتي بشخص ينقل عن رسول الله. أيضا يقول الله يحتاج، أنا ما قلت الله يحتاج، قلت هل نقل الأحاديث يحتاج؟ نقل الأحاديث يحتاج أن ينصب إيه؟ ما قلت الله يحتاج، هذا لم أقله. ما قلت الله يحتاج، هذا لم أقله. ما قلت الله يحتاج، هذا لم أقله. هل يحتاج الله عز وجل أن ينص عليهم؟ هل يحتاج الله عز وجل أن ينص عليهم؟ هل يحتاج الله عز وجل أن ينص عليهم؟